يسابق براء سراج الدين وزملائه المتطوعون الوقت، وهم يحضرون الإفطار لمئات العائلات السورية اللاجئة في سهل البقاع. إنه نساعد الناس المحتاجين يلي ما فيها هي تطعمي حالها برمضان، ويلي ما عندها أو فيها تاكل إفطار بس ما بيكون صحي وفيه كل هالخضرة والفواكه، للولاد يتغذوا والأهل كلهم يتغذوا. شو فايدة الحياة إذا ما بنساعد الغير؟ من أحسن المبادرات اللي ممكن يحسوا فيه إنه في ناس أصلاً يعني بيعز بوقت الصيام وبالتعب ونفس الجهد اللي هن عم يحسوا فيه، في ناس عم بتساعدهم. شباب جامعيون أرادوا تجسيد معنى الصوم على طريقتهم. إنهم من شبكة للمساعدة تدعى شمس. التكاليف عبارة عن تبرعات شخصية، يا أما هي تبرعات من أفراد أصدقائنا صراحة، يعني عائلات منعرفة، أشخاص عندها أشغال، عندها بزنسز كبيرة وهي حابة تساهم، بيطلبوا منا أنه نحن برمضان نعمل مبادرات. خيمة في مخيم ببلدة مجد العنجر في سهل البقاع حولت إلى مطبخ. متطوعون يعملون بإشراف نساء سوريات يحضرون وجبات تعتمد على الأعشاب، لكن عندما تكون التبرعات سخية يتم إدخال الدجاج واللحم لتحقيق توازن غذائي ضروري للصائمين. فعم يكون عندنا المين ديش اللي هو عم يكون أكثر شيء نباتي، وحده عم يكون سالد أو عصير وشي حلو. عم ننتج 400 وجبة، الوجبة الحصة الواحدة بتكفي لأربع أشخاص. الله يجزيهم بالخير، عملية كويسة هاي. يعني الناس أولا العبء يخف، طبعا المصروف يزيد برمضان مو مثل الأيام العادية، أيام العادية يعني الواحد يمضيها، بس برمضان بدك مصروف، بدك مواد كلها تكون كاملة بالبيت، كل شيء يكون موجود. عم ييسروا الأمر ويساعدونا، ويعني نجي نلقى الأكل جاهز، يعني بدال ما بنجي من التعب ونفكر نقوم نعمل فطور وهاي ونحن تعبانين، يعني يجينا جاهز، يعني غير لما نحن نقوم نسوي. محتسبون صابرون على الجوع والعطش، يطوي اللاجئون أيام وليالي شهر رمضان. كل مساعدة في هذا الشهر تصنع فرقا، فكيف إذا طالت لقمة العيش؟ مصطفى عاصي، بلدة مجد العنجر، قناة الحرة.